دابا حنا دابا ساكنين في لوتيسمون فهمي إذا متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من جماعة فضلات إقليم بن سليمان. متابعينا الكرام ساكنة جزيئة الفضيلة في رسالة قوية للمسؤولين متابعينا الكرام حول مشاكل الصرف الصحي كذلك طرقات عندهم معاناة قوية بزاف بقاو معنا متابعينا الكرام في هذه الرسالة السلام عليكم انا من احد الساكنه تاع لوتيسمون تاع الفضيله بجامعه الفضاله اقليم بن سليمان. اليوم الصباح حنا كنعاني من واحد المشكل تاع الواد الحرق اللي هو مبلوكي وما الجامعه كت ساعه كنمشيو عندها درنا لها شحال من انذارات ما كديرش كتدخلش دخلت مره ولا جوج بشي حال ترقيعي كما كتشوف ودابا حنا راه بغينا شي حل. شنو وقت كانت الصعوبه بالزيئه؟ هاد الزيئه في 89 تقريبا فين تاسست هاد الجزيئه والواد الحار اللي كان عندها كان داير على دراسات قديمه دابا راه ولا واحد تبارك الله واحد الساكنه ولا واحد الشارج تاع الساكنه. هاد الواد الحار صغير قادو تاعو فك الدياميتر تاعو راه صغير ما بقاش كافي. هاد الجزيئه اللي عندنا هي فين كنطالبوهم هما باش دخلوا يديروا شي دراسه وشوفوا الا كان شي اعاده الهيكله تاع الواد الحار جديده وكتشوف كيفاش الازقه راه حنا لا حول ولا قوه الا بالله راه كتشوف راه كاينه التراب اخويا راه ما كاين. عندكم معاناه في فصل الشتاء؟ عندنا معاناه بمعنى الكلمه اخويا ماشي معاناه. الديور تاع راه كتشوف الماء في الديور كتشوف الماء في الديور كيفاش داير راه عندنا الديور راه الماء تحت منهم لا حول ولا قوه بالله راه الديور راه واقفنا بشي معجزه الهيه باش واقفنا الديور. نعم انتم كنساكن شنو الرساله ديالكم؟ كنطالبوا اخويا باش يدخلوا السلطات المعنيه بشي حل راه هاد المشكل راه خايب لي فيه حنا. واش حنا بالله عليك اخويا بالله عليك واش حنا تزيئه؟ واش هادي تزيئه اخويا؟ شوف اخويا الطرقان كيداير واش هادي تزيئه؟ انا ماشي تزيئه اخويا. الو السلام عليكم. كتعقيب على اللي قال الدري الاخ كريم يعني صراحه واش حنا دابا حنا كنسكنوا حنا واش دابا حنا ساكنين في تزيئه حنا دابا تزيئه فضيله حسومه نقولوا تزيئه فضيله حنا السكن العشوائي وربما احسن منا شي السكن العشوائي وكتلقاي الطرق وكتلقاو الطرق معبده وشوف هذه حاله هذه حتى الدري صغير شوف انت ما تسوقش الضيات شوف وانت غادي خدمه تمشي بالبوط غادي الخدمه تمشي بالبوط تدخل بالبيرو بالبوط راه ما يمكنش لا يعقل حشومه كاع والله فرماسي اللي بغيت تمشي له وزيدوا كاين هنا حشاك الكلاب الضاله خاصهم يديروا حل هذا الشيء كتمشي تسخر بالليل ما يمكنش تمشي تسخر بالليل كاين الكلاب الضاله كدورها على الجهه هنايا خاصهم الاناره تعبيد الطرق واحد الحاجه هذه هي الاخرى وحنا كنطالبوا بها ما كاينش يعني مساحه شي مساحه خضراء يديروا لنا شي مساحه خضراء كجماعه هذه راه عندهم الاراضي ديال الجموع راه عطى الله الاراضي ديال الجموع عطى الله الاراضي ديال الدوله يديروا لنا شي فهمتيني هكا يعطيو شي مساحه فين يلعبوا الوليدات فين نديو وليداتنا وليداتنا نديو محمديه نديهم لسميتو الدار البيضاء نديهم بن سليمان راه جماعه الفضله خاصها تكون يعني هذيك كاقدم جماعه يعني السكنه تهضروا مع المسؤولين ديالكم وراه مساو الاخوان مشاو هضروا معاه باش كيجاوبوكم و ما عندهاش امكانيات جات يعني جات السيده الرئيسه جات هنايا وجا داك الطوموبيل الكاميو ديال لاسينيسمون باش يسرح ولكن ما غيمكنش يسرح حيت الناس كتلقى شي حاجه صلبه ما يمكنش التيو غيجبد شي حاجه صلبه خاص شي سيرفيس اخر يحفروا يحيدوا داك الشيء الصلب يحيدوه عاد يسرحوا وحنا دابا خاص هي نورمالمون خاصهم يديروا يعني شركه تجي تواكب هذا الشيء تواكب واخا ولو مره في السنه يعني يجيو يسرحوا هذا الشيء يعني في 2000 ان شاء الله حنا بدخول 2022 مازال المغرب كيعاني بالدرجه مع داك حشومه والمغرب كيقول المغرب راه غادي خدام وفعلا غادي خدام جيت لهنا جمعت فضلات حشومه وجمعت فضلات اش بينو بين الدار البيضاء اش بينو بين الدار البيضاء راه الدار البيضاء جمعت فضلات يعني حنا داخلين في الجهه خاص يكون المجال الحضاري حنا كنتسناو ندخلوا المجال الحضاري ما كاين والو راه ما كاين والو انت كتشوف دور هنايا انت شوف على الشارع هنا الدور اجي تشوف الشارع الرئيسي جي تشوف الشارع الرئيسي هذا شارع رئيسي هذا وجي تشوف الحاله كي دايره واخا شي واحد اخر عندنا في الشارع الرئيسي اجي شكون يتقدم شي واحد اجي دخل تهضر ما كاينش مشكل اجي هضر السلام عليكم كتعقيب على الاخوه اللي كانوا نزيد ما اضافه اننا كنعانيو من الواد الحار ومن الكلاب الضاله
وين تهميش، تهميش حقيقي ماشي زعما كنعيشوا تهميش بسيط بحال الاعاقه. نعم يعني عندكم معاناه قويه. معاناه يعني كنعيشوا معاناه كبيره ومن منذ 30 عام هادي راه عندنا عندكم المشكل دابا. هذا المشكل انا نزيد دابا واش الحرف ديالو واش مبلوكي ولا كاين دابا؟ هو راه مبلوكي، هو مبلوكي كيرجع للناس كيمشي ولكن كيرجع حيت كاين واحد السكان كيرجع لهم مسكين واد الحار، كيرجع لهم من واد الحار كيرجع. ها هو من اول ما السيد ان شاء الله حتى هو كيرجع لهم من واد الحار حتى هو رجع لي حيت هو ساكن. واش كيقول لكم الجماعه؟ مشينا كحتى رقيعي جابوا لنا كانونات باش كيصفيو داك الشيء صافي وكيمشيو. شنو باش الرساله ديالكم؟ الرساله ديالنا انه ما يتصور شي يصلح اصلاح عامه والاصلاح. شكرا لك. اذا متابعينا الكرام غنمشيو نشوفوا الان، غنمشيو نشوفوا الشوارع، شوفوا معنا الحاله الكارثيه متابعينا الكرام، شوفوا معنا لي روكار كيف دايرين. كذلك نشوفوا ان الشوارع ديال جماعه الضالات، شوفوا الشوارع كيفاش دايره، يعني شو الضايات. هذا شارع رئيسي بجماعه الضالات، شوفوا الحاله الكارثيه ديالو، يعني الامطار الاخيره فضحات وشوهات البنيه التحتيه لجماعه الضالات. بدايه الفصل الشتائي شوفوا الحاله الكارثيه، شوفوا احنا باقيين في البدايه تاعنا. شارع رئيسي شوفوا الحاله ديالو كيفاش دايره. الإنارة راه ما كايناش، أنا هنا شوف، ها تعال شوف هنا، الإنارة راه ما كايناش، أنا تطوع شي فاعل خير. قارو ما كاينش، ها شوف شوف، نرد عليك، شوف الطارو الصغير، الطارو ديال زمان هذاك اللوتيسمو كاملة، راه الطارو راه، شوفوا صغير، كانت عندنا أوزون، ما عرفناش علاش الشركة تاع أوزون توقفت، تسخط العقدة ماشي مشكل، ولا الجماعة ما فيهاش تبرع. نعم كيف ما كتشاهدوا معنا هذه الحاله الكارثيه، شوفوا معنا الشوارع الرئيسيه كيفاش دايره الحاله ديالها، يعني هنايا صراحه الناس عندهم معاناه قويه وبزاف. شوفوا الحاله، يعني هنايا ما بقاش كدور شي سياره من هنايا، ممنوع هنا ما كدورش شي سياره ممنوع. هاد السيد ساكن هنا باش كيدخل لدارو، هاد السيد كيدخل لدارو باش يدير البوط باش يدخل. شوفوا معنا متابعينا الكرام الحاله الكارثيه، هادو شوارع رئيسيه بالمدينه ضد جماعه الفضالات، شوفوا على الحالة الكارثية، كله بحال ما كامل صافي. هذا راه كنجمع الماء تحت منا الدار بدات كتشقق على الجنة، على الجنة الريموت حطينا باش الماء ما يبقاش غادي في الدار. شو السيد دار دارو؟ شو الحجر؟ شو السيد دار الحجر؟ خايف على دارو من الماء مبلوكي، ما كيمشيش هاد اللوكارات اللي كاينة. ازبر الشارع كيدير ازبر راه ما شوف رواح لوتيسمون كله فيها طار رواح. واحد صاحبي صغير شوف لوتيسمون كاملة فيها، أنا بعد رقم الدار ديالي 139، يعني 139 واصلين 139 دار. أنا 139 باقي منه واحد، يعني ماشي أكثر من 139. كاين كثار، كاين تقريبا شي 200 شي 200 عائلة. وطار رواح وطار رواح. أنا كنهزبيك كدمعي الدربي هذاك والله العظيم. إلا ملي كدوز الحشاك كنديرها معايا في الطوموبيل كنلوحها في الطروف الدار البيضاء. الماء راه ماشي تمسرب تحت الديوار. اه روكارات راه عامرة الماء ما كيمشيش. والماء مخلط مع الواد الحار. الماء ديال الواد الحار. مخلط مع الواد الحار هو هنا. كيتشق تلقى الماء فيه الريحة الماء ديالكم. اه اجي نحلوه دابا وتشوف. إذا متابعينا الكرام توما زعما معنا في بث مباشر مباشرة من جماعة الفضالات ساكنة أو تجزئة مشروع الفضيلة. شوفوا معنا متابعينا الكرام الحالة الكارثية، الناس كيفاش كيعيشوا، يعني الواد الحار مخلط مع الماء الحلو، هذه أخطر حاجة غادي تشوفوها متابعينا الكرام. قاس قاس خاص بينسى، خاص بينسى، لا خاص بينسى. إذا المتابعين الكرام غتشوفوا واحد الحاجة اللي على المباشر أن الواد الحار مخلط مع الماء الحلو، يعني الناس كيشربوا هنايا الماء مخلط متابعينا الكرام. الواد الحار الماء الحلو. إذا كيف ما كتشوفوا معنا على المباشر الواد الحار مخلط مع الماء الحلو، يعني الناس في خطر، يعني الناس علاش كيكثروا الامراض؟
بعد الاسباب متابعينا الكرام. الحساسيه الوالده ولا كاين حساسيه كلشي ولا فيه الحساسيه؟ كلشي مرض. صراحه والله الوالده حساسيه عندها 90 عام. فيها الحساسيه. نعم اعطيونا كلمه اخيره. اجي نعطي كلمه اخيره فين هو؟ كي دار تمايا. اعطيونا كلمه اخيره انتم كساكنه. من هو اسمه؟ من هو اسمه؟ صح ماشي مشكل صح. كلمه اخيره زعما شنو رسالتكم؟ الاصلاح انتم كساكنه كطرف الاصلاح يعني الديور كاملين تحت منهم الماء دابا راه مصيبه. تحت منهم كلهم الناس شاريه بفلوس يعني انا ما شريتش انا ما جاتش من فراغ انا شريت فلوس كيتخسروا الناس شاريه مثلا بس تكون وترتاح ساعه كتلقى ان المرجع ديالها ديما عايش. شكرا لك. اذا متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر مباشره من جماعه الفضالات اقليم بن سليمان.